معنى ان الاثنين دول يتفقوا يعني التي والواي، الواي هو الاوتبوت الحقيقي والتي هي التارجت. معنى ان هما يتفقوا يعني دي صفر، يعني دلتا الويتس هتبقى ايه؟ فاي دونت كير بقى خلاص، كل دول بصفر. والويتس هتنزل هي نفس الويتس دي. مش هيحصل تشينج في الويتس. معايا؟ طيب الخطوه التاليه لو كان الانبوت صفر وواحد، يعني هنا صفر وهنا واحد. الواحد ده هينضرب في ناقص بوينت 1، هيتضرب في ناقص بوينت 1 يصبح ناقص بوينت 1، وهنا ناقص بوينت 35 تبقى ناقص بوينت 45. يبقى قيمة الواي كام؟ زيرو. وانس ان هي زيرو يبقى دولت ودولت ينزلوا زي ما هو. واحد وصفر، هنا واحد وهنا صفر، هنا هتبقى بوينت 1 ودي هتبقى ناقص بوينت 35، ستيل الصم نيجاتيف، فبرضه دي هتبقى بصفر، برضه مش هيحصل حاجه. وينزل الويتس تنزل زي ما هي. الكيس الاخيره بقى، انا عندي ديب واحد وديب واحد، بس الويتس هنا بوينت 1 وهنا ناقص بوينت 1 مجموعهم بصفر، ويظل ده نيجاتيف، يبقى ده هيبقى صفر. ايوه، اول مره هنبتدي واي تفرق عن التارجت. معنى ذلك ايه؟ ان القيمه دي بناقص القيمه دي هتطلع واحد، ناقص واحد تارجت ناقص واحد واحد، وايتا انا واخدها بوينت 1، يبقى قيمه الاثنين دول على بعض في بوينت 1 حاصل ضرب دول. اضرب بوينت 1 عشان اجيب الدلتا اكس اي، اضرب بوينت 1 في واحد الاكس اي، فانا دلوقتي عندي الاكس واحد بواحد، اضرب الواحد ده في البوينت 1 يديني هنا الدلتا ببوينت 1. طبعا بوزيتيف. بوينت 1 بوزيتيف. ونفس الشيء بالنسبه لي لل دبليو 2، دلتا دبليو 2 بكام؟ برضه بوينت 1. وسيتا، تعال نشوف سيتا. طب سيتا هنعتبر الاكس بكام بتاعتها؟ صفر بواحد، اكس بواحد، لا او سالب واحد. سالب واحد، مش احنا اصلا الموديل كده محطوط هنا سالب واحد اهو. الانبوت سالب واحد. تمام. ف يصبح القيمة هنا سالب واحد، يبقى الدلتا للسيتا هتبقى بالناقص بوينت 1. متابعين ورا؟ ورا ماشي الحال؟ نعم نعم. انا دلوقتي عندي السيستم الرسمة، بس مزنوع هنا الرسمة عاملة كده. مظبوط؟ فكأن انا بالنسبه لي مقابل الاكسات اللي كانت بتتغير هنا من صفر لواحد، القيمه هنا ثابته ناقص واحد. وبعمل بلاجنج الكلام ده برضه في نفس الكرة لانها ويت من الويتس، بس دايما داخل عليها ناقص واحد لانها دايما مجموعه بالسالب. ماشي. طب دكتور، لو كانت اكس واحد هنا نفترض مثلا مش واحد، خمسه او حاجه، يبقى الدلتا دبليو هنضرب ايه؟ هنضرب ايتا تي ماينس واي في اكس دبليو في اكس اي، يبقى بواحد برضه ولا بخمسه؟ تضرب في ال 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 بخمسه؟ لو اكس واحد دبليو اثنين مش واحد واحد، مثلا خمسه او تسعه حاجه زي كده مثلا.
لا ما احنا مش مفترضين هنا ان احنا بنتكلم على الباونديز، مفترضين انه ان كل لير من اللايرز اللي بنشتغل معاها في سيجمويد، السيجمويد ده بيطلع على صفر الا واحد. احنا واخدين الكيس اللي هي ايه الباينري كيس الاول. الويتس ممكن تاخد قيم زي ما عاوز، بس في الاخر الاوتبوت دايما محدود ما بين صفر الى واحد. طيب حد دلوقتي عنده سؤال في سيتا؟ تمام. اصبح دلوقتي نيجي نتكلم عن الويتس. انا دلتا الويت ده واحد، يعني ده يطلع بكام؟ 1.2 ده 0.2 وده 0 0 وده 0.25 عاوز حد بقى من اللي قاعدين ورا يمليني سطر من السطور لو هو فاهم ومتابع معايا، ينفع؟ انت معانا؟ متابع؟ بتحاول؟ طب حاول المره الجايه هتمليني انت، تقدر؟ برضه بتحاول؟ اللي ورا خالص انت متابع؟ تعرف تمليني الخطوه الجايه؟ انا دلوقتي بص عشان اسهل عليك، دي الويتس الجديده وعاوز اشوف الوايات هيبقى شكلها ايه بس عن لو هي متفقه مع التارجت ما بنعملش، لو هي متفقه مع التارجت الفرق بينهم بصفر ما فيش اي تاثير، لو في تاثير مختلفه بنبلج القيم هنا وبنشوف الدلتا دبليو هي تطلع. ماشي؟ تعرف تمليني؟ انا دلوقتي عندي صفر وصفر هنا اهو، صفر وصفر ودي قيم الويتس دلوقتي الاخر حاجه، فلما يبقى دول صفر وصفر وديت قيمتها اهي يعني ناقص 0.25 فقيمه الفانكشن نيجاتيف، يطلع الاوتبوت صفر ولا واحد؟ ولا ناقص واحد؟ اللي قدامه يقدر؟ لا انتوا مش متابعين كده، مش متابعين. حد مننا يقدر؟ مين؟ مين اللي اتكلم؟ ايوه هتبقى القيمه زيرو. لما الزيرو والزيرو يبقوا قد بعض القيمه دي هتبقى بصفر، مفيش تشينج هيحصل في الويتس. فمعنى ذلك ايه؟ معنى ان دي هتبقى بصفار، ومعنى ذلك ان مفيش تشينج في الويتس، دي هتنزل زي ما هي. مفيش تشينج في الويتس. الخطوه اللي بعديها هنيجي نحط هنا صفر وهنا واحد، هنا صفر وهنا واحد، صفر وواحد. دبليو 2 اصلا بصفر، فاصبح القيمه دي بصفر. في كلام في ناس عماله تغلط، والقيمه دي هتظل نيجاتيف، ده برضه هتبقى بصفر. معنى صفر هنا يبقى ايه؟ معنى صفر يبقى ايه؟ يبقى دول مفيش تشنج، ودول هينزلوا زي ما هم. مالين؟ الحالة دي احسبها ازاي؟ واحد وصفر، الواحد هنا والقيمة ديت 0.2 مضروبة في، ودي صفر بقى هنا 0.2 وهنا ناقص 0.25 تبقى القيمة ايه؟ نيجاتيف. يبقى القيمة نيجاتيف، القيمة هنا هتبقى صفر ولا واحد؟ زيرو. ويحصل ايه بقى؟ كل دول يبقوا صفار. وبعدين دول ما يحصلش فيهم تشينج. لو حد من المجموعة اللي ورا ابتدى يلقط يتابع معايا ويقول لي الخطوة الجاية. أيوه اتفضل.
واحد واحد. لا تعالى هنا نشوف واحد واحد نبلاج واحد واحد هنا وادي قيمة الويت ساعي. فواحد هنا واحد وهنا واحد والويت ده ب 0.2 والويت ده ب 0 يبقى دول على بعض 0.2. دول 0.2 بس سيتا بكام؟ هيبقى هنا محطوطة بالناقص. ناقص 0.25 يبقى المجموع كله على بعضه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يحصل ايه هنا؟ زيرو. الزيرو ده يبقى الفرق ده يتريجر تشينج هيحصل في الويتس. ما زال ده واحد وده صفر يبقى القيمة هنا واحد دي 0.1. نيجي نشوف هنا دي بواحد يعني يحصل هنا ايه؟ لو تقدر تروح تمليني هنا الدلتا اللي تشينج بقى الدلتا اللي تشينج هيبقى كام؟ ما تقرب. هنا واحد زيرو فهتبقى هنا دي بوينت وان وهنا دي بواحد وهنا دي بواحد في حاله دبليو 1 ودبليو 2 فيحصل دلتا دبليو 1 تبقى بكام؟ 0.1 وديت 0.1 بالنسبه لسيتا دي كاني بضربها في ناقص واحد مقابل الاكس اي بحط ناقص واحد واخد بالك؟ لانها معيط زي ما انا شرحت من شويه فكان سيتا هتتحرك بالعكس يعني الويتس بتنكريمنت بوزيتيف لما بيحصل الفرق ده والسيتا بتنزل وده بيساعد بعض على ان الدنيا تكونفرج يعني. طيب لما يكون ده 0.1 زاد يبقى ال 0.2 دي هتروح فين؟ تبقى ايه؟ تبقى 0.3 والزيرو 0.1 وديت تبقى كام؟ 0.15 وادي خلصت الاي بوك الثاني خش على الاي بوك الثالث اظن بقى لازم تكون بقى تابعت الناس اللي ورا خالص قرب تعالى بقى اللي مش شايفه قرب ماشي مالين بص ادي الويتس اهي والاكس واحد والاكس اثنين اهو صفر وصفر لما ايا كان بقى الويتس هتكام انا بضرب في صفار فدولت بصفار سيتا قيمتها بكام؟ يبقى انا ناقص 0.15 يبقى قيمه دي على بعضها بكام؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف يبقى قيمتها هعتبرها صفر ولا واحد؟ هتبقى صفر يبقى هنا صفر الاثنين دول لما يتفقوا يبقى نو تشينج يحصل اكوردنج للرول دي الفرق هنا بصفر يعني كان ما فيش تشينج هيحصل في الدلتا سيتا او الدلتا دبليو ماشي وهنا خلاص بقى زي اخر مره ولا ايه رايك؟ ما فيش تشينج نكمل هنا صفر وهنا واحد هنا صفر وهنا واحد يعني ايه؟ يعني 0.1 وديت ناقص 0.15 فالقيمة برضو ايه؟ نيجاتيف نو تشينج وده يا صاحبي زي ما هو بمعنى؟ مثلا في بعض الكيس زي الان دلوقتي ممكن نستعمل فانكشن احسن اكيد حاجات اسهل زي مثلا ان احنا نقدر نضيف بعض كده ازاي يعني؟ هو عايز يعمل فوق عايز اللي هي فانكشن فوق دي عايز يخليها مثلا كوادراتيك لا احنا هنا بنحط اسامبشن اللي احنا بنمشي عليه اللي هي سيجمويد فانكشن في الاوتبوت طبعا من حقك تغيرها بس في الاخر احنا عاوزين في الاوتبوت يكون يعني لا صفر لا واحد واخد بالك ويبقى في الحاله بتاعتنا ديفرنشبل ففي اكتر من كيس منها السيجمويد اللي احنا مفترضين ان هي سيجمويد لو عاوزين نغير بس نبلاجت ونشوف
طيب نكمل. احنا خلصنا كده اهو. لما تبقى واحد وصفر يعني هنا هتبقى واحد، هنا واحد ومضروبة في كام؟ 0.3 ودي صفر وديت ناقص بوينت ناقص بوينت 15 بقى القيمة على بعضها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى هنا في ايه؟ واحد. هنا صفر وهنا واحد تديك هنا ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف واحد ومضروبه بوينت 1 وبعدين هتتضرب في في واحده بواحد والثانيه بصفر. فاللي مضروبه في واحد هيحصل فيها تشينج. اولا دي ناقص بوينت 1 هتبقى هنا ناقص بوينت 1 دي هتبقى بصفر لانه الاكس 2 بصفر مش هيحصل تشينج. طيب بالنسبه للسيتا هتفرق ناقص هنا في ناقص واحد وهنا في كمان ناقص واحد وبعدين بينضربوا في بوينت 1 فهتبقى في هنا ايه تشينج ماله؟ بوزيتيف بوينت 1. ده يعكس ازاي عندنا؟ نشوف القيم الجديدة بتاعتي دي هتطلع ايه؟ بوينت 2 هتنزل بمقدار بمقدار ناقص بوينت 1 وديت مش هيحصل فيها تشينج هتنزل زي ما هي وديت هتعمل ايه؟ هتنزل هتزود. خدت بالكم ان هو عمال تفلكتويت ومعاني بس في الاخر هتظبط ان شاء الله. طيب بعد ما وصلنا للقيم دي تعالوا نشوف الحاله الرابعه هنا. عاوز حد بقى يكون نايم صحي يلا. ملينا. ايوه. انا هنا ده واحد بواحد ودي الويت. ايوه. دي هتبقى بوينت 2 وهنا بوينت 1 مجموعهم كام؟ بوينت 3 وديت ناقص بوينت 25 القيمه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى هنا في واحد. واحد يعني مفيش تشينج وديت تنزل زي ما هي. احنا كده يعني ايه شكلنا بالكونفرج. تعالى بقى نجرب الاي بوك الرابع ونشوف هيحصل ايه. ما هو لازم الاي بوك بالكامل يعدي علشان نقدر نقول احنا كده وصلنا لحل. ده صفر وده صفر ودي اخر الويتس بتاعتي هي دي لسه موجوده. فهي في الاخر ده هتبقى صفر وبرده هنشوف الحالتين دول برده هيطلعوا صفر. مش بس الحاله الاخيره دي نتاكد منها هنلاقي نفسها زي الحاله دي بالضبط ما حصلش اي فرق فهتطلع هنا بواحد. وطالما دول يعني زي بعض يبقى مفيش ولا تشينج هيحصل في الويتس. وهنحتفظ بالكلام ده زي ما هو. ايوه يا شباب. واخيرا وصلنا الحل. خلي بالكم هنا احنا هنا يعني وي دونت يعني انجوي ان انا عاوز ادور على البيست سوليوشن بقى وحل في النص زي الاس في ام وكلام خالص. ده انا وصلت الحل. ايوه. حد ثلاث اربع اي بوكس وهتكون فيرجن. مش هيأثر معاك حاجه كبيره يعني. هتكون فيرجن. هتكون فيرجن. حتى لو بس بعيد قوي. هتكون فيرجن. لا مش اربعة. ما هو في الاخر هتكون فيرجن في الاخر. صدقني. يا دكتور. انت عندك الطريقة دي؟ جرب زي ما انت عارف.
طلع لي كاونتر كيس لو عندك يعني لو ده تطلع كاونتر كيس يعني كيس بتعاكس او مش بتشتغل قول لي يعني. لكن اي كليم اظن مش هتكونفرش. هي ايه ده يس يو كان يس يو كان يس يو كان وده بيحصل كتير يبتدي بقيمة عالية شوية بعدين ينزلها لما يقرب قوي ويحس ان هو ايه بالذات لو حصل فلكتويشن لو مش عارف يجيب الحل وحصل فلكتويشن احسن حل بالنسبة لي انقص كده لانه ممكن جدا تبقى يعني انا لو اخترت لك دي بوينت 3 كان هيحصل كده حتة كده ما حبيتش ان احنا نمر عليها اللي هي مثلا ايه تلاقي مثلا لا هتلاقي مثلا ايه ال 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 مش عارفين نجيبها بوزيتيف ونيجاتيف هتلاقي القيمه بقت صفر فلا ما حبيتش ان نمر بيها بس يعني يستحسن انه يكون عندنا الفلكسبيليتي دي. طيب انا هنا ابتديت بقيمه المفروض انها راندوم وعلى فكره انا كان راندومايز معاك وناخد اي قيمه وهتشتغل واحيانا هتشتغل يمكن من اول مره تطلع صح صدفه ف يو كان تراي هم وتراندمايز السليكشن بتاع سيتا ودبليو 1 دبليو 2 وتمشي في البروسيس دي عمياني كده ودي تقدر تبرمجها. اذا عندي دلوقتي وسيله للسنجل نيرون اقدر امرنه علشان يحقق لي اللي انا عاوزه اللي انا عاوزه. طبعا لو انت عاوزه رحت عامل له الفانكشن بتاعت الاكس اور مش هيكونفرج هتلاقيه عمال ينط ويرايح جاي مش عارف يكونفرج فانت لازم برضو تدي له حاجه سولفر. ماشي يا شباب؟ هو لو عندي 3 نيورون هات الاكس اور يبقى بس بكبر جدول جدول هيكبر بالظبط كده هتلاقي الجدول بقى فيه كام؟ بقى فيه 3 زي دول بتكرر ايه؟ ايش حياتك بس هتشتغل ماشي؟ لو برمجتها هتشتغل. طيب في اي سؤال؟ لغاية دلوقتي في اي سؤال؟ عظيم. طيب احنا عاوزين بقى يعني نخش على كيس حقيقيه بقى ونتكلم على ازاي لما يكون عندي نتورك بس ممكن يعني خليني اقول لكم مش لازم بقى استخدم الكمبيوتر النتورك ممكن تبقى في الكيس لما تبقى كيس بقى حقيقيه وبتاع يبقى انا عندي ممكن يبقى اوتبوت واحد او اكتر من اوتبوت وممكن تبقى عندي لايرز يا شباب شبكة كاملة بس بنفترض الآتي إن هي فيد فورورد يعني مفيش فيها لوبس في حاجات هنمر عليها فيها شوية لوبس وشوية ميموري لكن خلينا دلوقتي نفترض إن أنا عندي الكيس نو لوبس بنسميها فيد فورورد نيورال نتورك فيد فورورد نيورال نتورك تمام
النتورك دي ليها انبوت وليها اوتبوت، واللي موجودين هنا دول هيدن لايرز. ودي الاوتبوت لاير ودي الانبوت لاير. دي الموست جنرال كيس. طبعا ممكن يكون فيه اكتر من اثنين هيدن لايرز، ممكن يكون فيه يعني مايكروسوفت جربت حاجات عشان تحل حاجه كده اسمها ايمج نت فوق الالف لير. فيعني الناس بقى عندها دلوقتي قدرت تسلك وتمرن كميه كبيره جدا من اللايرز، وكل لاير فيها عده الاف، اذا ما كانش يعني مينيموم الف ممكن عده الاف. لسه جاي؟ طيب دلوقتي عاوزين نتكلم في الكيس اللي هي حقيقيه دي، زي المره نتورك ايه حته رياضه كده كده، وبعد كده خلاص بقى يعني ايه هنقلل الرياضه بعد كده خلاص بقيت الكورس مش حته بقى في حاجات كتير، بس يعني ايه المره دي و يعني نركز فيها شويه. عندنا اولا لازم نعرف حاجه اسمها الايرور. قبل ما نخش على الايرور خلونا ناخد كده هيلز كده هتساعدنا في الحل بعد كده. انا هفكركم بالتيلور سيريز. تيلور سيريز دي حاجه كده تيلور سيريز من الكونسبتس اللطيفه جدا اللي ممكن تساعدك في حل يعني حاجات كتير نيوميريكالي بانك انت تيتريت عليها. يعني لو خدنا مثال مثلا لو قلت لك انا عاوز جهاز اثنين وانت معكش الا كالكوليتر صغير ما فيهوش جهاز، كويس؟ ف وما عندكش نقطة الكل ولا التيلور سيريز دي تساعدك على انك انت تلاقي حل. فاحنا بنعتبر ان ديت الانفوسنس بتاعتي هي جذر اكس. انا بسمعك الغلط كتير. في دواعي للكلام عايز استفيد من التيلور سيريز دي. هو بيقول لك الفكره بتاعتها ايه؟ لا سمحت. الفكره بتاعتها ايه؟ ان انا عندي نقطه اكس ديت هي اللي عاوز اجيب الفانكشن عندها. بس انا عندي عارف الفانكشن عند نقطه ايه؟ انا عارف الفانكشن عند النقطه ايه؟ فبيقول لك طيب لو انت عارف الفانكشن عند النقطة ايه؟ الفانكشن عند النقطة اكس واكس قريبة شوية من ايه؟ الفورمولا دي هي طبعا مكملة لحد الانفينيتي، بس ده الفيرست اوردر بتاعها.
اللي هو يديك حاجة ابروكسيمت يعني. فهنطبقها ببساطة شديدة. انا عاوز اجيب جذر اتنين. انا اعرف جذر واحد. جذر واحد بواحد. فاجي اقول والله الاف اكس بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه؟ جذر اتنين بتساوي ايه؟ بتساوي جذر واحد اللي هي بكام؟ واحد زائد اكس هنا اللي هي اتنين. ناقص واحد وجذر واحد بواحد على واحد يعني يديني ايه؟ التفاضل. انا عندي الفانكشن اللي هي بتساوي اكس اس ناقص واحد. فلازم اف داش اكس بتساوي ناقص واحد على اكس جذر اكس واحد على دكتور بس هو السكند اتريشن او الفيرست اتريشن خلالي الواحد بس بعد ما عملت بلاجنج للفورمولا فيرست اوردر بس خلولي واحد ونص. بس الواحد ونص لو جبت المربع بتاعها هتديني مش اتنين هتديني 2.25 ماشي انا قربت خلاص. فبعتبر الايه بتاعت الجديدة هي الواحد ونص وابتدي ايتريت مره ثانيه. نجرب مره ثانيه نبلغ يبقى واحد على اثنين في جذر ايه اللي هي واحد ونص.
ديت بنص على اظن دي هتطلع نعم بص على الدنيا مش ال 22.25 لكن جزرها هي اللي بتروح نص كده؟ لا ثانية واحدة احنا هنا ايه بتاعتنا؟ لا الدوم ده بيفرض ده رفع ليه؟ يعني ايه البيضة وبيفرض كده صح؟ احنا بنتكلم على ايه اللي هي اللي هي مقابل الاثنين توتوم وتوتوم يبقى كده دي صح دي كده صح والجس والجس برضه كده صح يبقى التسريح هيطلع بكده وده هيطلع بوينت 25 على 3 القيمه دي تطلع لو قلنا هنا 3 وهنا حد يحسبها بقى حد يقدر يحسبها عشان نشوف الاتريشن لو رايحين على الاتريشن الثاني هنشوف احنا قربنا قد ايه هدور على المربع بتاع ده المربع بتاع دوت يطلع يطلع المربع بتاع الحته ده يطلع 2.08 ضربنا قوي لو عملنا كمان مره خلاص خدت بالك ف فيري باورفول رول ونصيحه يعني ان انت ايه السمبل يعني ماتماتكس كده زي تيلور سيريز وكده لو فهمتها كويس ممكن لو تعرضت لمشكله وانت شغال ممكن او تساعدك في حل المشكله دي انك انت تستخدمها علشان تقدر تخلص نفسك وتجيب اي حاجه كسر تكعيبي اكسبوننشال مش عارف ايه وتقدر الحاجه اللي تطلب فالتيلور سيريز مهمه دي اول حاجه بنحطها على جنب الحاجه الثانيه الحاجة الثانية بالنسبة للسجموين فانشن السجموين الـ F of X بتساوي 1 على 1 زائد E أس ماينس X هي أصلا بتساوي كده فديت لو احنا عاوزين نشوف هنحتاج الاف التفاضل بتاعها نوجد التفاضل بتاعها ازاي؟ نعمله بالشكل الاتي نقول ده بيساوي بارشل 1 على 1 زائد اي اس ماينس اكس على بارشل 1 زائد اي اس ماينس اكس مضروب في بارشل واحد ماينس اكس يا دكتور اي اس ماينس اكس على بارشل اكس نعم ينفع كده ولا في مشكله انت من حقك انك انت تعمل كده يعني دي الفانكشن بتاعتنا الفضيله بالنسبه للاكس انا بس قسمتها بالشكل ده في مشكله
طيب الجزء الاولاني، الجزء الاولاني عباره عن ايه؟ واحد على كانه واحد على اكس او واحد على واي. نيجاتيف واحد على واحد. ايوه نيجاتيف واحد. نيجاتيف واحد مظبوط على واحد بلس اي تو باور نيجاتيف اكس. واحد زائد اي بلس ماينس اكس كل سكوير. كل سكوير. والثانيه دي ماينس اكس ماينس اي تو باور نيجاتيف اكس. اي بلس ماينس اي ماينس الاول. ايوه نيجاتيف اكس. مظبوط. ماينس دي مع الماينس دي تروح مع بعض. ديت لو حابين نحطها في فورمولا كده شكلها لطيف نحطها. واحد على واحد زائد اي اس ماينس اكس ويطلع الباقي ايه؟ اي اس ماينس اكس على واحد زائد اي اس ماينس اكس. مظبوط يا شباب؟ دي الاولانيه. ينفع ان انا ينفع ان انا اضيف اضيف واحد واطرح واحد؟ حد زعلان؟ طيب ده هيسمح لي ان انا احطها في الشكل اللازم. واحد ماينس واحد على واحد بلس ايه تمارين. علشان كل ما نقابل تفاضل الفانكشن دي اللي هي السيجمويد التفاضل بتاعها سهل قوي. الاوتبوت في واحد ناقص الاوتبوت. احنا كده عملنا سمبليفيكيشن كويس قوي عشان كل ما نقابلها ما نقعدش ايه نعق في رياضه. هي على طول تروح شايل التفاضل ده وحاطط مكانه الاوتبوت في واحد ناقص الاوتبوت. خلاص هذه برضه نقطة مهمة إن احنا نضعها في الاعتبار واحنا داخلين على الايه؟ عظيم. وضعين في الاعتبار التو بوينتس دول نحطهم في الاعتبار. تعالوا ناخد كيس حقيقية ونشوف هنعمل فيها ايه. انا دلوقتي حاجة اقول الكيس ديت يعني ادي واي واي كي واي كي ده معناها ايه؟ هنا في واي كي ماينس 1 وهنا في واي كي بلس 1 يعني هي واحدة من حاجات. خلاص وهنا في عندي اكس واحد لحد اكس اكس جي. ان جنرال اكس جي انا هنا عندي السيجمويد فانكشن اللي هي بتقول ان واي كي بتساوي انا كان لازم اقسمها كبيره شويه عشان تشوفوها. الجزء الاولاني هنا انا بقول انه حصان الكلام ده في كي ويو كي بتساوي الصوميشن بتاع
وهنا بقول ان الواي الواي كي بتساوي واحد على واحد زائد اي اس ماينس يو كي. انا ما زلت بتكلم هنا على سنجل لاير، بس الاوتبوت هنا ممكن يكون كي اوتبوت، وكل اوتبوت لو بنبص للنيورال نتورك بنبص لحاجتين اتنين في نفس الوقت، ان هو بيعمل ويت سم وبعدين بيمررها على الماند ديت ويت سم ماند ديت. فببساطه شديده انا عاوز افورموليت الايرور فانكشن. فالايرور عندي هو سميشن على لو انا بتكلم على الكي، فانا عندي تي كي ماينس الواي كي دول متربعين، وده بيشتغل على كي بكابتل، وده طبعا ده الفورمولا بتاعت الايرور اللي موجود في الاوتبوت. كل اوتبوت فيه تارجت انا عاوز اوصله، فبحط التارجت والواي اللي طالع نتيجه اول حاجه الناس هنا بتبتدي نفس اللي احنا عملناه هنا اهو بترانبمايز الويتس، بتبقى هنا في ويتس الويتس دي ان جنرال دبليو جي وكي دبليو جي وكي. انا الكي ديت لاني انا مطالع على الاوتبوت نمره كي، والجي ديت اللي هي ويتش انبوت من الانبوتس. ليه مربع الايرور ده منطقي؟ لان في الاخر بعض الويتس بتبقى بعض الايرورز ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، فانا عاوز اوصل اكزاكتلي زي التارجت، فانا لو ما ربعتش هيكنسلوا بعض. ليه ما ربعتش؟ الرول دي مختلفه، الرول دي مختلفه. نقول هنا سمبليفايد اول، هنا بنتكلم على سنجل اوت، دي حاجه كده تاريخيه يعني، بس احنا رحنا لها علشان نجيت السنس النيوميريكال بوتنشال، لكن هي دي كيس حقيقي. فاحنا بنفورموليت الايرور دي الرول. على فكره انا ما وصلتش لسه للرول، بس الدرايف ان احنا الاول بنحسب الايرور، نبقى عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نمينيمايز، بس عشان نمينيمايز عاوزين نستفيد من الكونسبت اللي احنا اللي هو تيلور سيريز، الاستفاده بالتيلور سيريز. هنقول انه الاي دي طبعا انا بشتغل على الدبليو جي وكي، انا بشتغل عليها علشان عاوز اعمل لها مينيمايزيشن، والواي فانكشن في دبليو في الويتس، انا كل الفورموليشن بتاعي فانكشن في الويتس. الانبوت بالنسبه لي اللي عاوز اغيره هو الويتس، بقعد احط اعمل اي بوكس على الانبوت واغيره، واخد بالك؟ وفي كل مره بفرض ان انا عاوز اوصل التارجت بتاعي ان انا اوصل اوبتمايز الايرور فانكشن، ان انا مينيمايز الايرور فانكشن علشان اوصل للتارجت بتاعي. فيصبح الاي اوف دبليو، خلينا نعملها كده كانها ماتريس، نيو تساوي اي
الالت زائد دبليو بنوت ماينس دبليو الالت في البارشال اي بارشال دبليو. طبعا الكلام سهل كتير بيساوي تقريبا جايبين الكلام ده منين؟ من التيلور سيريز. نعم هي الدبليو فين في معادله الايه؟ نعم الدبليو فين في معادله الايه؟ خلينا المعادله هنا في التارجت ده هنا فهي دي اوف دبليو اوف دبليو. الواي بتتحسب لان ده الحقيقي الواي الحقيقي زي ما احنا شفنا الواي اهي حاجه زي كده. نسينا هنا الكويس اعتبره من البيكس ماشي يا شباب. ودي بتتحسب عند انهي دبليو؟ الاولد ولا النيو؟ الاولد طبعا. كده احنا بنطبق التيلور سيريز بنبسط الدنيا قوي وبنقول ببساطه شديده ده عباره عن دلتا دبليو وعاوزين نغير ناخد ستيب في كل مره ناخد ستيب في اتجاه الحل طيب هنعملها ازاي؟ ماذا لو ان احنا كده قلنا انا هاخد الدلتا دبليو دي بتساوي ناقص القصه دي. انا هحاول ان انا امشي في اتجاه يخلي الايرور ينزل كل مره. فديت ده تشويس ده اللي تشويس بتاعنا لو عملت كده هيبقى ابقى ضامن ان دلتا في الايد دايما نيجاتيف بتساوي ناقص هنقول ان احنا هناخدها مثلا in terms of ايتا يعني هناخد ناقص ايتا يعني بروبورشنال هناخدها بروبورشنال لايه؟ للقيمه دي فده هيطلع بالشكل ده. كده انا ضمنت بالاختيار ده ان كل مره كل اتريشن انا بنقص الايرور او حاجه ثابت او حاجه بسيطه ماشي. انك انت تمشي تحاول تاخد يعني لو عندك سيرفيس هتاخدها بحيث انك انت دايما تحاول تنزل في الديبست ديسنت ان انت حاول تنزل في اتجاه يقلل لك قيمه الفانكشن اللي هي الايرور. حد عنده سؤال دلوقتي؟ دكتور احنا هنا البارشال ايه على البارشال دبليو العينين ايفاليويت ات بوينت هي دبليو اول انما هنا قررناها في البارشال ايه على البارشال دبليو جمعناهم سوا يعني ازاي بقى سكوير ده العينين انا مختار انا بقول انا هختار الدلتا دبليو سو ذات ان هي تساوي ايوه مش عاملين هو حاطط جنبينه وكاتبين هو ات دبليو اول ماشي كله على الدبليو يعني التفصيل مش هتفرق عندي دبليو اولت اعمل هات التفاضل واخد بالك وربع وخد الخطوه في اتجاه تضمن لك انك دايما الايرور بتاعك بينزل. دي بقى الدلتا ايه جت ازاي؟ يعني ما هي الدلتا دي هي اللي هي دي ناقص دي انا جبت دي الناحيه دي فبقت دلتا ماشي بينزل ازاي بقى؟ ما انا مختار دلوقتي دلتا دبليو بيساوي الكلام ده عندك مانع اختيار خلاص؟ ده معناها ايه؟ معناها ان انا هاجي افاضل عند القيمه اللي انا واقف عندها دلوقتي هفاضل واخد بالك؟ هفاضل ازاي؟ هنشوف يعني دي حاجات نيومن كانت بتتم كلها وهاخد الديسيشن بتاعي
so that نضمن دائما ان البي بينزل. فانا بالاختيار ده انا اخترت زي ما تقول انا جيت عند سيرفيس معينه واقدر امشي في اي اتجاه صح؟ بس انا هحقق من الاتجاه اللي هو يقلل لي الايرور. ماشي اوكي. ما هي يعني احنا بنتكلم في حاجات مالتي دايمنشنال بالاختيار ده يصبح اللي انا عاوزه لو انا قدرت اجيب بارشال اي بارشال دبليو القصه دي كلها اتحلت. انا لو جبت ده ابقى عرفت انا رايح فين. يعني الدلتا دبليو دايما هاخدها بحيث ان هي تتناسب في هنا سالب يعني تتناسب عكسيا بس في هنا راشوناليز الخطوه بتحط قيمه غالبا بتبقى صغيره اقل من واحد علشان تراشوناليز الخطوه لان السيرفس بتبقى عامله كده. فانت خايف تاخد الخطوه كبيره قوي فتلاقي نفسك ايه ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده. فكل ما قللناها كل ما بيبقى حاجه راشونال يعني. وحتى زي ما زميلتكم سالت ممكن جدا مع الوقت كمان واحنا شغالين القيمه بتاعت ايتا دي تنزل نفسها. بس الخطوه اللي اخذها لو اخذ خطوه كبيره للانفليشن اللي بعدها هي ممكن يرجع مش بيروح في اتجاه واحد بس. ممكن اخد خطوه كده كويسه وبعدين اخد الخطوه الكبيره بعد كده ممكن يرجع؟ ممكن يرسل لي الخط. احنا يعني من الحكمه ان احنا ما ناخدش خطوه ضخمه قوي. ايتا دي بتبقى راشونالايز وتبع الخبره بنحاول نبتدي بقيم بسيطه شويه او قيم معقوله لان برضه لو خطها صغيره قوي الدنيا هتطول قوي علشان تكون بيرفكت. ده الكونسبت الاساسي. ويبقى احنا كل اللي احنا بندور عليه دلوقتي هو البارشال اي بارشال ده القيمه دي اللي بندور عليها. والقيمة دي بسيط ببساطة علشان نجيبها بنقول ان دي في الحالة بتاعتنا دي. تعالوا نطبق الكلام ده في الحالة بتاعتنا دي. ده بيساوي بارشال اي اول حاجة بنقابلها عندنا هي ايه؟ هي تي واي تي بارشال واي تي وبارشال واي تي بارشال هي واي تي فانكشن في ايه؟ يو كي واليو كي فانكشن في ايه؟ اليو كي بارشال في دبليو جي وكي صح؟ تمام. العمليه بقى اتحلت او يعني ممكن نحلها بطريقه لطيفه وبسيطه. لو حطينا الكلام ده في الاعتبار ان الايكويشنز دي ان انا عندي اليو كي بيساوي الصوميشن على دبليو جي وكي اوف اكس جي وعندي الواي دي بيساوي واحد على واحد زائد اي اس ماينس يو كي. فتعالوا نبلغ المعلومات دي هنا. التفاضل ده يساوي كام؟ لما فاضل دي بالنسبة للدبليو جي وكي يبقى لي اكس 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 جي مظبوط؟ ولما فاضل الواي بالنسبة لليو كي احنا لسه شايفين ان السيجمويد فانكشن التفاضل بتاعها هيساوي واي في واحد ناقص واي الاوت بوت في واحد ناقص الاوت. فهنبلج القيمة دي هتبقى هنا واي كي هتبقى واي كي واحد ناقص واي كي دي اللي هتبقى التفاضل الاي بالنسبة لل ديت هنجيبها منين؟ معدل الفوق تحت هنجيبها من هنا
تفاضل الاي بالنسبه للواي يساوي عبد المديني لا احنا هنفضل بالنسبه للواي كي السميشن اثنين في تي اثنين افتح قوس تي كي ماينس واي كي لا التفاضل بقى في الواي كي هنفيد هنا ليه صح؟ لسه مش عارفين فده معناها دكتور نعم لسه مش عارفين لسه مش عارفين لانك بتفاضل بالنسبه للواي كي هي كي هنا بتتغير من واحد لكابتن كي فانت بتتكلم على ست كي نمره 3 بس فانت لما تفاضل بالنسبه للواي 3 واي واحد واي اثنين كلهم بالنسبه لك سواء مش هيتغيروا. فبيروح غالبا بيبقوا حاطين نص هنا بيروح مع يعني بيخلي لي دي ناقص واحد بيخلي لي دي ناقص واحد يعني كده بتساوي واي بي ماينس تي تي كي الكلام ده بتتلاجت هنا يبقى واي بي ماينس تي وكده خلصنا عرفنا ازاي نقدر واحنا عملنا دي ديفينيشن للدي بالنص دي نعم عملنا دي ديفينيشن للدي بالنص دي زودنا النص كده عادة يعني عشان يسمبليفاي ما يختص بالاثنين معايا بيحطوها عادي يعني لا اصل انت ثابت يعني هتفرق معاك كتير خلاص يا شباب طيب الكيس هناخد الكيس اللي هي تعتبر كيس يعني طبعا بيحبوا يسموا دي دلتا كي يحبوا يسموا دي دلتا تعالوا ناخد الكيس ودي اخر حاجه بقى ايه معقده في الرياضه بس ايه صبر 10 دقايق هنخلصها هنا واي كي وعندي هنا يو كي وعندي هنا خارج الويتس هنا دبليو نعم واحنا لما بنفاضل بناخد معانا السميشن السميشن بيبقى موجود بس لما بيكون انا بفاضل بالنسبه للاليمنت من الكي يعني كي سبيسيفيك كي الباقي بيروح بمعنى لو انت عاوز تشوف فيها لو انا هنا عندي افترض ان هما اثنين افترض ان الكي كي بيساوي نص تي واحد بلس واي واحد تربيع زائد نص تي 2 ناقص واي 2 تربيع افترض ان هم حاجتين بس وانا بفاضل دي بالنسبه لواي 1 واي 2 هتختفي فالسمشن هيروح منه لان انا كلمه واحد بس اللي بفاضل بالنسبه وهنا ديت هتبقى الويتس هنا دبليو اي وجي ودي جي وكي وهنا عندي واي جي وهنا ودي برضو وهنا دي وكي ودي الواي وهنا بحسب الايرورز هنا هنا الفكره فين يا شباب؟ انا عندي هنا اكتر من لير وعاوز اشوف الايرور يعني اللي بيحصل ايه؟ ان انا بشتغل الاول على
بثبت كل حاجة إلا الويتس داي. بين الويتس دي هي النيورال دول والكيس دي شبه دي تمام. وتصبح الكيس إزاي أقدر أغير الويتس دي علشان تقلل الميرور اللي هي. معاك؟ فالأول بنكتب العملية كده في إيه؟ علشان نبسطها بنقول إن عندي اليو اليو جي يساوي الصمشن على دبليو اي جي الاكس جي الاكس اي اللي هي بتشتغل على الاي. وهنا اليو كي بيشتغل على صمشن على جي دبليو جي وكي على الواي جي. يعني انا لما باجي احسب اليو ديت بحسبها الاكسات طبعا هنا اكس واحد لحد اكس اي هنا ومكمل هنا اهو برضو انا المفروض ان هي يعني الويتس بتتغير كي وجي فالكي هنا اهيت والجي لان انا عندي هنا الكلام يخليني مش قادر اركز بس انا عندي هنا الواي كي وبعدين الواي كي الواي كي عباره عن زي ما شفنا قبل كده هنا نون لينيرتي سب بوينت في اليو كي واليو كي بتاعتي عباره عن الصوميشن ده انا عندي هنا مجموعه ويتس وهنا مجموعه ويتس دي لاير ودي لاير اللي بيحكمني شويه الصوميشن ده والايرور بتاعي بيساوي نص وصوميشن على الواي كي ماينس التي كي تربيع طبعا واحد يقول لي التي ماينس الواي مش هتفرق في التربيع انا عاوز هنا الايرور افضله بالنسبه لايه؟ في الحاله بتاعتي دي انا خلاص خلصت لما يبقى بشتغل على اللاير الاولانيه خالص الملاصقه للاوت لا ما بعمل بنيتريت بنعمل عشان نعرف نحل بناخد لاير ونشتغل عليها انا هنا واخد اللاير اللي ورا ده الاوتبوت واخد اللاير الاولانيه بغير الويتس وبعدين اثبتها واغير اللاير اللي بعديها واخد بالك؟ كان الايرور بيبروبوكيت معايا العكس طيب خلينا دلوقتي بس ما نخش انا دلوقتي هقول ان اللي فات ديت هي الويتس الويتس لحد هنا انا عالجتها هنا خلاص واللي قبل كده بالنسبه لي كان مسبب انا مهتم من اول هنا دي الكيس اللي موجوده هنا دي الكيس في لاير واحده دي لاير واحده اللي هي حتى لو انا عندي 100 لاير انا هنا مهتم باللاير اللي ورايا على طول اللي ورا الاوت بوت على طول طيب اعمل ايه بالنسبه للاير الثانيه دي؟ خد التفاضل هيكون كالاتي انا هفاضل بالنسبه ل دبليو اي وجي ده بيساوي نخلي بالك بقى عباره عن ايه؟ اول خطوه بفاضل الواي كي تفاضل الواي الاي بالنسبه للواي كي دكتور هو احنا ليه حطينا هنا واي كي ناقص تي كي وهنا كانت تي كي ناقص واي كي مش هتفرق على غلط لا تمام خلاص تمام بفاضل الاي بالنسبه للواي كي بفاضل الاي بالنسبه للواي كي بتفاضل
ال اليو كي بالنسبه للواي للواي جي التفاضل الواي جي بالنسبه لليو جي التفاضل اليو جي بالنسبه لدبليو اي او جي لا انا معتبر ده يعني انا بفاضل الاوتبوت الاوتبوت اللي طالع هنا هو واي جي هو ده اللي بينضرب يعني لو انت عاوز تشوف اليو كي اليو كي هعمل اليو كي عباره عن ايه الانبوت بتاعي بدل الاكس بقى ايه بقى الواي جي والويتس الويتس دي موجوده هنا ماشي بس انا مهتم دلوقتي بتكسير التغير اللي بيحصل في الويتس في الويتس ده اهي بتاع اللاير دي على الاوتبوت تمام والويتس بتاع اللاير الاخير اللي هي الدبليو جي كي تعال بتاني انا بمشي ثلاثة يا شباب باخد الاول خالص اللاير الاولانيه بص بحسب بحط القيم بتاعت الويتس رندوم وبحسب الايرور وبعدين ابتدي اشوف اللاير اللي ورايا من الويتس احسب لها احسن ويتس ممكن عشان تقلل الايرور وبعدين اثبتها وادور على الويتس بتاع اللاير اللي قبليها وكاني ببروبوجيت الايرور وبحاول احسبه بحسب تكسير الويتس اللي هي في السكند لاير اوف ورايا على الايرور واظبطها وبعدين انا عندي ثيرد لاير هيد لاير بعمل نفس الشيء اثبت الفيرست والسكند واروح للثيرد الثيرد من قدامنا وهكذا ده الكونسبت الاساسي فاحنا هنا انا بس ايه فاضل لي دقيقتين كده واخلص وانسى ان انت عندك التفاضل زي ما انت شايف الشكل ده وعندك المعادلات اهي فبتقول الى انك انت هنا عندك ديت بتبقى هي اكس الاكس ايه بالنسبه لي الاكس ار بتبقى هي الاكس ار وده هي الواي جي ديت هتبقى هي الايه الواي جي في الواحد لو انت بتفاضل الواي بالنسبه لليو بتفاضل الواي بالنسبه لليو هي دي لو كنتوا فاكرين دي بتساوي ايه الواي جي ناقص في واحد الواي جي واحد ناقص الواي جي واحد ناقص الواي جي مين ديت اللي خدناها من السيجمون خلاص وبالنسبه لليو كي بالنسبه لليو كي علاقتها الواي جي موجوده هنا فبتفاضل بيديك ايه دبليو جي بيديك دبليو جي وكي وبعدين التفاضل الواي كي مع اليو كي اللي هي سيجمون اللي هي ايه واي كي واي كي واحد ناقص واي كي وبعدين اللي هي ايه هنا الصمشن هنا بيبقى ليه؟ لأن الويتس ده مسمعة في كل الكيهات اللي هنا كل الواي كيهات اللي موجودة هنا الويتس دي مسمعة فيها فبيظهر لنا هنا
السوميشن بتاع السوميشن على كي. بيظهر لنا السوميشن بتاع كي لانه الدبليو الدبليو احنا بنفضل طبعا بالنسبه للدي مش هتظهر. فالسوميشن ما بيختفيش في الحاله بتاعتنا دي لانه كل انا هنا الويت ده ظهر مع دي. لما بروح لحته تانية ليها ويتس تانية ليها ويتس تانية ليها ويتس تانية فالسوميشن بيختفي. لكن في الحاله بتاعتي هنا الواي تي هات لما بتتغير الكي لما بتتغير الكي الويت اللي هنا بيؤثر في كل تخيل معانا دي ماشيه كده فالويتس اللي موجوده الويتس اللي موجوده هنا بتؤثر في كل الجهات اللي موجوده هنا. ليه؟ لانه ده واخد من هنا واللي هنا ده واخد من هنا فالويتس دي بتؤثر في دول وتؤثر في كل الجهات. فالسوميشن على كي ما بيختفيش لانه ال دبليو اي وجي مؤثره في الكي فما اقدرش اشيل زي ما عملت هنا ما اقدرش اشيل السوميشن. فالسوميشن ده ده بيسموه الدلتا كي وده على بعضه يسمى الدلتا جي. بس طبعا اقول بسرعة عشان بس تستوعبوا الدنيا مشيت ازاي. هي مش اكتر من شوية مانيبيوليشن في التفاضل ما لهاش حاجه يعني ايه علم كبير قوي. الدنيا ببساطه شديده ان انا لما بيبقى عندي مالتي لاير باخد بحسب اول حاجه براندومايز الايرور زي ما احنا عملنا هنا. المثال ده ما انا بسطته لكن معبر جدا لغايه ما هناك الرول اللي ماشي عليها مختلفه. الرول اللي انا ماشي عليها هنا الرول اللي انا ماشي عليها هنا بلد. فاللي بيحصل ان انا براندمايز برمي الويتس بختارها راندمايز بتاع كل اللايرز خلاص. وبعدين احسب الايرور اللي هيحصل لي في الاخر اللي موجود في الاوتبوت عند كل اوتبوت منهم خلاص. وبمسك كل اوتبوت منهم وابتدي اشوف افضله بالنسبة للويتس اللي موجودة. ما بيكونش فيه تأثير لأنه الدنيا الشبكة عاملة كده. يعني الويتس اللي موجودة هنا الويتس اللي موجودة هنا غير الويتس اللي موجودة هنا. وبالتالي السوميشن بينتهي لأن أنا لو مهتم بالواي الواي 2 دول بس اللي هيظهروا ودول والتانيين هيختفوا. التانيين ما لهمش تأثير معايا، الويتس دي بس هي اللي موجودة معايا. فالقصة هنا زي ما عملنا ديفيجن هنا وجدنا إنه في الآخر بنحاول إن إحنا نأوبتمايز وحتى ما بنعملش أوبتمايزيشن هنا كلوز تو فور. ده إحنا الفانكشن بتاعتي معقده جدا مش عارف اولها من اخرها بالذات لما تكون بقى فيها الاف ومئات الالاف من البارامترز. فباخد خطوه حكيمه شويه بان انا باخد ايتا دي ممكن تبقى 0.1 ممكن تبقى 0.01 ممكن تبقى 10 اس ناقص 4 5 كمان. خطوه في الدنيا العاميه
تقريبا مضلمه خالص، بس باخد خطوه في الاتجاه بضمن ان انا اتحسنت خطوه. والكلام ده بعد ما اخد اجيب اخري واخد الخطوه بتاعتي في اللير اللي ورايا على طول، بعمل نفس الشيء، بثبت الكلام ده واركز على الويتس بتاعت اللير اللي قبليه، والدريفيجن بتاعي موجود هنا اهو. وبعدين نفس الشيء اكرره لو انا عندي لير ثالثه او رابعه او خمسه، كل مره بمشي. طبعا الدنيا هتتعقد شويه، بس يعني في الاخر ايه؟ دريفيجن. يعني في الاخر كل ده بيبقى اوتوماتيكالي في اوريدي برامج على طول بتشتغل عليها. دكتور؟ اه بس خلينا نكمل. الناس بيقولوا طب يا اخي انت اذا كنت الدلتا ويتس بتاعتك هتختارها بحيث انك انت هتمشي شويه ايتا، هتمشي في اتجاه ايتا بارشل اي بارشل الويتس بارشل دبليو على كويس. طيب ما انت كنت خدت خطوه قبل كده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الخطوه اللي قبل كده ان انت جبت بيسموها ايه؟ يعني انت مشيت في اتجاه خطوه قبل كده فحسنت لك شويه. طب ما تاخد كمان خطوه، يعني تاخد بيسموها المومنتم ستيب، انك انت كمان تاخد خطوه في اتجاه الدلتا السابقه، يعني حط الفا مثلا في اتجاه دلتا دبليو اللي قبليه. وجدوا انه لما بنعمل ده بيسموه المومنتم، انت بتريلو، انك انت لو عملت كده بتسرع عمليه الايتريشن او عمليه انك انت تكونفرجن دي بتريلو. وطبعا غالبا بتبقى الفا قيمه صغيره، فزي ما تكون بتعمل ويتد صم من الاثنين دول. خطوه جديده حاسبها انت اكوردنج لحساباتك، ويقول لك لو انت اوريدي كنت حاسب اوريدي الاتجاه عندك اللي انت خدت بيه الخطوه، خد كده يعني ويت في اتجاهه كمان، وبيسموه المومنتم ستيب او المومنتم اليمنت. فده احيانا بيساعد. نعم. لما الكليير ده من الاخيره، انا دوت الكليير الاخيره حسبت عندها نيو ويت. انا انت ما كنتش حسبت نيو ويت. يس. الكليير ده في الاخيره بستخدم النيو ويت دي ان انا عامل بروجيشن ايرور. بتستخدم النيو ويت علشان تحسب الايرور الجديد. انت هتريت كل شويه هتسايكل. يعني زي ما احنا عملنا هنا اي بوكس هتعمل نفس الحكايه. يعني في نفس اللير لا انت بتخلص لير وبعدين تخش على الثاني. تخلص لير وتخش على الثاني. الويتس بقى بتاعت اللير الاخيره معتمد على اللير الاخيره. يعني لما حسبت الاير وعملت ابديت الويتس اللير الاخيره هتستخدم الويتس الجديده؟ لازم. ده مش كده وبس، ده براكتيكال. ايه قال له طب وانت ليه تستنى لو انت عندك مليون ويت؟ لو انت عندك مليون ويت تستنى ليه لما المليون ويت؟ كل مثلا 200 300 ويت واعمل كده ايه؟ صب اي بوك، جزء من الاي بوك، واخد بالك؟ فالموضوع فيه ايه؟ تفاصيل كتير قوي عمليه بتخلي الموضوع مور يعني بيكونفرج اسرع. سؤال صغير بس، هو لما كان تي ماينس واي تحت السكوير ما كانش هتفرق معانا، بس لما شلنا السكوير في التفاضل هنا بقى فرق معانا. ماشي يا شباب؟ معلش طولت عليكم.